السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ احنا السكشن ده هنحل كام سؤال كده في شيت 4 ديفرنشيترز وانتجريترز، وبعد كده نحل سؤال واحد بس من شيت 5، او سؤال يعني الحته هنحل السؤال. اول سؤال ده سؤال سهل جدا، وبعد كده نحل سؤال لأوب امب مع دايود. اوكي، فخلينا الاول بس نراجع بسرعه الانتجريترز والديفرنشيترز. الانتجريتر كان بيبقى السيركت بتاعته حاجة بالشكل ده. نمسح على رسام جديد. لما كنا بنجيب الجين بتاع السيركت دي كان بيطلع لنا بالشكل ده، نيجاتيف 1 اوفر اس ار سي. اوكي، دي كانت لا يعني اللي هي ايكوال نيجاتيف زد سي على ار على ار. اوكي، اللي هي كنا بنقول مثلا نيجاتيف ار 2 على ار 1 يعني. تمام، فده الجين بتاعنا. لو جينا بقى عايزين نجيب الموضوع ده في التايم دومين، فكنا بنكتب ان في اوت ايكوالز نيجاتيف 1 اوفر اس ار سي في في ان، و1 over s دي كانت بتتحول في التايم دومين لانتجريشن، فكان بيبقى بيطلع لي في اوت ايكوالز نيجاتيف انتجريشن في ان اوفر ار سي دي تي. اوكي، والار سي ده كونستنت فبيطلع بره الانتجريشن، فتبقى ايكوال نيجاتيف 1 اوفر ار سي انتجريشن في ان دي تي. تمام، فكانت دي كده الايكويشن بتاعت الاوب امب ده وبتاعت السيركت دي في التايم دومين. فزي ما احنا شايفين الفي ام بيحصل له انتجريشن، فانا لو مدخل مثلا سكوير ويف مثلا بالشكل ده، بلاقي ان دي ده كده يعتبر ان في ان برقم كونستنت، لما اجي اعمل له انتجريشن هيطلع لي رقم بسلوب، وده هيبقى برضو برقم كونستنت فهيعمل لي برضو سلوب تاني، سلوب مختلف. فلو كنا بنقول ده مثلا 5 وده نيجاتيف 5، ف الخمسة دي هعمل انتجريشن يعني نيجاتيف 1 اوفر ار سي انتجريشن 5 دي تي، فكان هيطلع لي حاجة يعني فانكشن معينة او يعني رقم معين نيجاتيف مضروب نيجاتيف سي مثلا مضروب في التايم، عشان بعمل انتجريشن لكونستنت في دي تي، فكان هيطلع لي نيجاتيف سي في تي، فكان هيطلع لي ستريت لاين بالشكل ده والسلوب بتاعه نيجاتيف سي. ودي نيجاتيف 5 لما اعمل لها انتجريشن هيطلع لي العكس، هيبقى كاني بضرب النيجاتيف في النيجاتيف فيبقوا راحوا مع بعض، ويبقى متبقي لي سي مضروب تي، فهطلع كده وافضل ماشي بالشكل ده. اوكي، فالسكوير ويف اتحول لتراينجلر ويف يعني بسبب الانتجريشن. تمام، لو جيت بقى زودت ريزيستنس هنا، او خليها الاول نقول يعني هنسمي ده هنسمي ده R1 وده R2. الشكل اللي طلع لنا ده كده لو رسمناه في الفريكونسي دومين هيبقى عامل ازاي؟ نيجاتيف 1 اوفر اس ار سي دي كده كاني عندي بول ات زيرو، فانا عندي هنا بادئ من الزيرو. حلو، الفاليو ات زيرو هيكون ايه؟ هو هيكون 1 اوفر ار سي. انا هنا عايز ارسم في اوت على في ان الماجنيتيود بتاعها، فالنيجاتيف مش هيفرق لي في حاجه، فانا هبقى بادئ عند 1 اوفر ار سي، وبعد كده هنزل هقعد انزل لتحت، انزل لتحت بالشكل ده، هيبقى طالع لي في الاخر جين نيجاتيف 20 دي بي بير ديكيد. تمام، ف يعني ده ممكن نفكر فيه ان ده لو باس فلتر، بس احنا اللو باس فلتر بنبقى عايزين حاجه بالشكل ده، اللي هو يعدي شويه فريكونسيز ويجي عند بعد بوينت معينة يبدأ ما يعديش الفريكونسيز أو يبدأ يعملها اتنيويشن، فأنا كده باتنيويت أي فريكونسي غير الزيرو فريكونسي بتاعتي. أوكي، فعشان نقلبها لو باس فلتر شكلها يبقى أحسن شوية بنحط الريزيستنس البارلل ده. أوكي، فدي لما بنيجي نحلها هيبقى عندي إيه كده؟ هيبقى عندي نيجاتيف ار 2 بارلل 1 اوفر اس سي، كل ده اوفر ار 1، ده الجيم بتاعي. فتعالوا نحلها تحت، هيبقى في اوت اوفر في ان ايكوالز نيجاتيف ار 2 بارلل 1 اوفر اس سي اوفر ار 1. والحته البارلل دي هنكتبها ازاي؟ نيجاتيف ار 2 اوفر اس سي اوفر ار 2
2 plus 1 over sc، كل الكلام ده مقسوم على r1، دي كانها مقسومة على 1، هضرب ده هنا واضرب ال1 فوق، فهيبقى عندي negative r2 على sc مضروبة في r1، مضروب كل ده مضروب في r2 plus 1 over sc. تمام، نضرب النيوميريتور والدينومينيتور في اس سي، فيطلع لي نيجاتيف ار 2 اوفر ار 1 مضروبه في 1 اوفر 1 بلس اس سي ار 2. تمام، فده كده الجيم بتاعي، ده في اوت على في ان. تمام، هو المنظر ده. فده لما نيجي نرسمه في الفريكونسي دومين بيبقى عامل ازاي؟ هيبقى شكله عامل كده. نرسم دي في الأوميجا. الجين at zero frequency هنحط دي كده بزيرو، فهيطلع لي نيجاتيف ار 2 على ار 1 مضروب في 1 اوفر 1، فيبقى هنا بادئ عند نيجاتيف ار 2 على ار 1. تمام، وبعد كده هفضل ماشي. هنشيل بقى النيجاتيف عشان احنا بنجيب الماجنتيود هنا، فهفضل ماشي بشكل كونستنت كده لحد ما هاجي عند فريكونسي معينه. الفريكونسي دي اللي بتتجاب ازاي؟ بتبقى هي الفريكونسي اللي بخلي المنظر ده يبقى ايكوال 1 اوفر روت 2 مضروب في الجين اللي انا كنت جايبه في الاول اللي هو الدي سي، او اعلى جين ممكن اجيبه. فاعلى جين انا كنت جايبه اللي هو ار 2 اوفر ار 1، فانا عايز الفريكونسي اللي تخلي لي الجين ايكوالز ار 2 اوفر اوفر ار 1 مضروبه في روت 2. حلو، فمحتاج من الاخر اخلي البتاع ده الجزء ده اسويه ب 1 اوفر روت 2. اوكي، بس احنا بنتكلم هنا ماجنتيود، فالاس دي او يعني 1 بلس اس سي ار 2 ده كده رقم كومبلكس، محتاجين نجيب له الامبليتيود. فهقول ان 1 اوفر ماجنتيود 1 بلس اس سي ار 2 الكلام ده ايكوالز 1 اوفر روت 2، فكان بيقول ان روت 2 ايكوالز الكلام اللي تحت، ايكوالز ماجنتيود اللي تحت. وماجنتيود اللي تحت هنجيبه ازاي؟ هتبقى روت 2 ايكوالز ماجنتيود اللي تحت، بعتبر ان يعني ده اكسس ده اكسس تاني، فبجيب يعني كاني بجيب اللينث بتاع الهايبوتنس بتاع يعني الخط التو اكسيس دول يعني. فهيبقى عندي ايه؟ روت 1 سكوير بلس اوميجا سي ار 2 سكوير، عشان الاس في الاخر هي ايكوالز جي اوميجا يعني. اوكي، فهشيل الروت 2، هشيل الروت مع الروت، هيبقى كده عندي 2 ايكوالز 1 بلس اوميجا سي ار 2 كلها سكوير، فيبقى عندي كده ودي الون الناحيه الثانيه وهعمل سكوير روت للناحيتين، فهيبقى عندي سكوير روت 1 ب 1 كده كده، فدي هتبقى هي اوميجا سي ار 2. تمام، فالاوميجا بقى اللي هتجيب لي الكلام ده هي هتبقى ايكوال 1 اوفر سي ار 2، دي الاوميجا اللي عندها الجين عند النقطة دي هيبقى ايكوال روت 2 1 اوفر روت 2 مضروب في الجين القديم، فدي هتبقى ايكوال 1 اوفر ار سي 2. اوكي، بعدها بقى هيبدأ دي كده بعدها هيحصل البول، فهبدأ انزل بنيجاتيف 20 دي بي بير ديكيد، فانا كده عملت اللو باس فلتر بتاعي. تمام، ده كده بالنسبه للانتجريترز واللو باس فلترز. في بقى عندي الحاجه النظيره ليها اللي هي الديفرنشيتر او الهاي باس فلتر. فالديفرنشيتر بيعمل ازاي؟ بعكس مكان الريزيستنس مع الكاباسيتنس. دي ار ودي سي ودي في ان ودي في اوت، فلما هاجي اجيب في اوت على في ان هيطلع لي نيجاتيف اس ار سي. اوكي، ولما وعشان اجيبها في التايم دومين بقول في اوت ايكوالز نيجاتيف اس ار سي في في ان، تحولت الاس في التايم من لابلاس لتايم دومين بتبقى كاني بعمل ديفرنشيشن، فهتبقى في اوت ايكوالز d by dt
negative ار سي في ان، والار سي negative ار سي ده constant، في الاخر بقول ان في اوت equals negative ار سي دي باي دي تي لل في ان. اوكي، فده كده انا عملت differentiation لل input. فلو عندي مثلا عكس بقى الانتجريتر، لو كنت لو داخل لي triangular wave هقلبها square wave، عشان دي كده ال triangular wave دي حاجة ليها سلوك معين، ال square wave هتبقى هي ايه، هتبقى رقم constant، ال value بتاع ال amplitude بتاعتها equal slope ال line ده، يعني slope ال line ده اللي هو مثلا نسميه m، m هيبقى هو equal ال amplitude بتاع ال square wave. تمام، ال high pass filter مش هنعملها، هنشرح يعني هتعدي علينا في سؤال فهنشرحها وقتها يعني. اوكي، فخلينا نبص على الأسئلة اللي قدامنا. أول سؤال بيقول إن أنا عندي rectangular pulse with amplitude 5 فولت with 1 مللي، ف عندي الكلام ده في ال T دي V in وهرسم تحتها V out. هو بيقول إن أنا عندي إيه، rectangular pulse with amplitude of 5 فولت with 1 مللي، فادي كده rectangular pulse amplitude بتاعه 5 فولت وال width 1 مللي. تمام، عايز بقى ايه، عايز ارسم ال output of the integrator if the pulse starts at time 0. وعندي مديلي ار، مديلي ار بكذا والسي بكذا، وبيقول اسيوم في اوت ايكوال 0 فور تي اصغر من او ايكوال 0. احنا لسه جايبين ايكويشن الانتجريتر، كنا جبنا انها ايكوالز نيجاتيف 1 اوفر ار سي انتجريشن في ان دي تي. اوكي، فدي كده هتطلع لي ايه لما اعمل انتجريشن للفي ان، هتبقى نيجاتيف 1 اوفر ار سي مضروبه في في ان بلس سي، في ان في تي سوري بلس سي. اوكي، لما ادخل ال common factor ده جوه هيبقى طالع لي negative 1 over r c في v n في t في t plus negative 1 over r c مضروبه في c اللي هي في الاخر برضه اسمها constant، ممكن اسميه ساعتها c 1 مش فارقه. اوكي، فهو بيقول لي ان انا بادئ بقى ايه، بيقول اسيوم ان v out equals 0 for t اصغر من او equals 0، فدي ال v out لما تكون ال T بزيرو هتكون V out بزيرو، معنى كان ال C1 بكام؟ بزيرو. اوكي، فكأن ما عنديش C1. حلو، فنيجي بقى نرسم ال output، هنضربه في الكلام ده. هو قال لي ان نيجاتيف ان ار سي بكام؟ ار ب 10 كي والسي ب 0.1 مايكرو، ف نيجاتيف 1 اوفر 10 كي مضروبه في 0.1 مايكرو، ال 10 تروح مع ال 0.1 والكي مع المايكرو، دي تديني ملي 10 باور 3 و 10 باور نيجاتيف 6 تديني ملي، والملي دي هتطلع فوق بالكي، فيبقى عندي نيجاتيف 1 كي. الكلام ده في الاخر هيصفصف انها تبقى ايكوال نيجاتيف 1 كي مضروبه في ان مضروبه في تي. اوكي، نيجي بقى نرسم اللاين ده، هيبقى عندي 5 مضروبه في 1 ملي. اوكي، يعني انا هيبقى عندي في الاول نيجاتيف 1 كي مضروبه في 5 مضروبه في 1 مللي، فالملي هيروح مع الكي، هيبقى طالع لي لاين هيفضل يحصل، يعني هيبقى طالع لي لاين هيقعد ينزل لتحت بنيجاتيف سلوب لحد ما يوصل لنيجاتيف 5. اوكي، فهيبقى عندي اللاين هيبقى بالشكل ده، ده كده هيقف عند نيجاتيف 5. تمام، حلو. بعد كده النص التاني ده هيحصل فيه ايه، انا هنا عندي ال VN بزيرو صح، بس انا دلوقتي مش بادئ، يعني ناخد بالنا في حاجة بقى، ان انا في الانتجريشن ما بقتش بادئ، او ال C ما بقتش بزيرو، انا بقى فيه constant بادئ من عنده. اوكي، فهتبقى الاكويجن بتاعتي هتقلب انها تبقى equals negative 1K مضروبة في VN في T plus النيجاتيف 5، يعني انا بادئ من نيجاتيف 5. اوكي، وفي ان احنا قايلين انها بزيرو، فهتبقى في اوت هتفضل ثابته على نيجاتيف 5. تمام، فهفضل ثابت بالشكل ده،
بعد كده الحتة دي عندي يعني طلعة تانية كونستنت بخمسة فولت، اوكي. فأنا بادئ برضو من نيجاتيف خمسة، نيجاتيف ون كي مضروبة في في ان مضروبة في تي ماينس خمسة. فاللي هيحصل ايه؟ ان انا لما هاجي اعمل في ان في تي، اللي هي هحسب كأني بجيب الاريا اندر، يعني كأن الفاينل فاليو بتاعي هو الاريا اندر ذا جراف ده، او اندر الحتة المربعة دي. فالاريا هي ايه؟ هي الخمسة مضروبة في ال سوري هي الخمسة مضروبة في الون ملي تاني، اوكي. فخمسة مضروبة في ون ملي، ودي كان كده كده في كي، فكانت تبقى ايكوال ايه؟ نيجاتيف ون ملي في كي هيروحوا مع بعض، هيبقى ايكوال ون نيجاتيف ون في خمسة ماينس خمسة، اللي ايكوالز نيجاتيف عشرة. فالفاينل فاليو بتاعي اللي هوصل له هو نيجاتيف عشرة، هيبقى الحتة دي كده هنزل تاني بنفس السلوب، نفس السلوب ده، يعني ده السلوب بتاعه ام وده السلوب بتاعه ام، اوكي. ده هيبقى عند نيجاتيف عشرة، اوكي. وهفضل بقى ماشي بالشكل ده، تمام. فده كده بالنسبة لأول سؤال. السؤال ده عايزنا نحسب ال V out over V in اللي احنا already عملناهم، اللي على الشمال دي integrator واللي على اليمين ده differentiator. ال circuit بيقول لي بعد كده دي عايزنا أول سؤال، أول حاجة بيقول show that the transfer function is given by الكلام ده، احنا دي already حسبناها عملناها واحنا بنشرح يعني، فدي خلاص تمام. بعد كده بيقول ايه ال voltage gain at DC، حلو. فالفولتج جاين الدي سي نعوض عند الاوميجا بزيرو، فهتبقى 1 اوفر 1 بلس 0 مضروبه في الكلام ده. فالفولتج جاين الدي سي هو الكلام ده، هو يعني في الاغلب هو بيبقى عايز الفولتج جاين كماجنتيود، فهتبقى هي ايكوالز ار2 على ار1 من غير النيجاتيف دي، اوكي. بعد كده بيقول ات وات فريكوانسي از ذا ماجنتيود اوف ذا فولتج جاين ا فاكتور اوف 2 روت 2 لس ذان ذا دي سي فاليو، ذس از ذا نيجاتيف 3 دي بي فريكوانسي. فزي ما برضو كنا لسه عاملينها فوق، قلنا ان انا عندي، خلينا نرجع لها فوق كده، قلنا ان انا لما باجي اساوي الكلام ده ب 1 اوفر روت 2 ال دي سي فاليو اللي هو كان R2 على R1، فهيطلع لي ان الجزء ده هو اللي هيبقى ايكوال 1 اوفر روت 2، فالجزء اللي تحت ده هو اللي هيبقى ايكوال روت 2، وحلها بالشكل ده لحد ما هيطلع لي ان الاوميجا اللي هيحصل عندها الكلام ده ايكوال 1 اوفر سي R2، اوكي. بتتسمى ليه النيجاتيف 3 بي نيجاتيف 3 دي بي فريكونسي؟ عشان احنا كنا لسه بنقول ان انا الجين هيقل 1 اوفر روت 2 من الرقم القديم، حلو. ف 1 اوفر روت 2 دي لو خدناها حولناها لدي بي هنعمل 20 لوج 1 اوفر روت 2 لوج 10، يعني الكلام ده هتقوم طالع نيجاتيف 3 دي بي، نيجاتيف 3 بوينت حاجه مش فاكر، 3.03 غالبا حاجه كده. فالكت اوف دي بتتسمى برضه الكت اوف فريكونسي، فالكت اوف فريكونسي اللي هي ببدأ عندها اشوف البول بيبقى الفاليو بتاع الجين نزل 3 دي بي عن الفاليو القديم، او اتقسم على روت 2 الفاليو القديم، اوكي. فدي نعتبر برضه حاسبينها، يعني يعتبر السؤال ده خلصان، اوكي. تعالوا بقى نحل ده، سؤال هاي باس فلتر، فتعالوا نحله. فتعالوا نرسم السيركت دي الأول، السيركت شكلها كالتالي. دي ار 2 دي سي ودي ار 1 وده في ان، صح كده؟ صح. فعايزين بقى نجيب ال في اوت على في ان ونخليها بالشكل اللي هو عامل اللي هو عامله ده، اوكي. ف في اوت على في ان هيبقى ايكوالز نيجاتيف ار 2 على الامبيدنس اللي شايفه تحت، اللي هو هيبقى عباره عن ايه؟ ار 1 بلس 1 اوفر اس سي، حلو. نضرب اس سي فوق وتحت، فتبقى ايكوالز نيجاتيف اس سي ار 2 اوفر 1 بلس اس سي ار 1، تمام. فالكلام ده بقى ايكوالز ايه؟ احنا عايز هو عملها الشكل اللي بره ايه؟
نيجاتيف R2 على R1 مضروب في J أوميجا R1 C1. فناخد بالنا ان هو حط فوق R1، يعني هو ضرب فوق في R1، فعشان اجيب ال R1 فوق لازم اضرب فوق تحت في R1. اوكي، فاحنا بقى عندنا الايكويشن شكلها نيجاتيف R2 اللي هو الجزء الشمال فوق اللي هو عايزه، نيجاتيف R2 اهي، وتحت اصلا عايز اوفر R1، فانا كده كده بضرب في R1 فوق وتحت، فهتبقى اوفر R1 مضروبة في نيجاتيف، فمفيش نيجاتيف بقى، في اس R1 اوكي في سي، فكده بقت عندي ايه نيجاتيف اس سي R2 اللي كانت موجودة اوريدي، ومضروبة في R1 فوق ومضروبة في R1 تحت، over 1 plus SCR1. اوكي، فنعيد بس تظبيط يعني ترتيب الحاجات دي، تبقى negative R2 over R1 SCR1 over 1 plus SCR1. اوكي، فكده جبنا الشكل اللي هو عايزه، او جبنا ال V out of V in بالشكل اللي هو عايزه. بعد كده بيقول لي showed، بعد كده بيقول لي what's the voltage gain as the frequency becomes large. حلو، فتعالوا نعوض عند فريكونسي كبيرة، فهيطلع لنا المنظر عامل ازاي. هنقول عند فريكونسي بانفينيتي، يعني عند الاس دي، الاس دي اللي هي ايكوالز جي اوميجا، لو عوضنا عندها بانفينيتي هيبقى ايكوال نيجاتيف R2 اوفر R1 مضروبة في انفينيتي اوفر 1 بلس انفينيتي تحت اللي هي بانفينيتي. فكده بقت عندي الحتة دي مسألة ليميتس، فهحلها ازاي؟ لو قسمت فوق وتحت على اس سي ار 1، او ممكن اقسم على اس وخلاص. فلو قسمت على اس هقول انها equals a سي ار 1 over 1 over s plus سي ار 1. حلو، لما هنيجي بقى نعوض عند الاس دي بانفينيتي هيطلع لي ايه؟ نيجاتيف R2 على R1 مضروبه في سي ار 1 over 1 over infinity بزيرو بلس سي ار 1. فالكلام ده هيروح مع ده، هيبقى كاني يعني ضربت في 1، ضربت الكلام ده في 1. فالجين عند فريكونسيز عاليه هي النيجاتيف R2 على R1، لو عايزه كماجنتيود يعني هنشيل النيجاتيف، فتبقى ايكوالز R2 اوفر R1. اوكي، ف هنبين ازاي ده هاي باس فلتر. اوكي، بس احنا عارفين دلوقتي ان الفريكونسي عند الجينز الكبيره ب R2 اوفر R1. بعد كده بقى بيقول at what frequency is the magnitude of the gain a factor of root 2 less than the high frequency limiting value. فاحنا عايزين ان يكون ال frequency اللي عندها ال gain هيبقى equals R2 على R1 over كله over root 2، فكأني قسمت الكلام ده او ضربت ال R1 في root 2. حلو، فمعنى كده ان انا خليت الحتة دي كده equal، الكلام ده كله equals 1 over root 2. فتعالوا نحلها، هيبقى عندي S CR1 over 1 plus SCR1 equals 1 over root 2. بس احنا عايزين بقى نجيب ماجنتيود الكلام ده، فالماجنتيود اللي فوق ده رقم اصلا imaginary، فالماجنتيود هو الرقم نفسه من غير الاس، هتبقى عبارة عن ايه، او مش من غير الاس، هي دي في الاخر عبارة عن جي اوميجا ودي عبارة عن جي اوميجا، فهنشيل الجي اللي فوق دي وخلاص، تبقى اوميجا CR1، واللي تحت نعمل زي ما كنا لسه بنعمل من شوية، نعمل root 1 square اللي هي ب 1 plus omega c r 1 square، الكلام ده equals 1 over root 2. حلو، فنعمل squaring فوق، يعني نعمل squaring لده و squaring لده، فيطلع لي ايه؟ omega c r 1 squared over 1 plus omega CR1 squared equals 1 over 2. نضرب دي في 2 ونضرب الكلام ده في 1، فيبقى عندي 2 في omega CR1 squared equals 1 plus omega CR1 square. نودي دي الناحية التانية بالناقص، فيبقى عندي كده 2 minus 1 اللي هي تبقى في الآخر ايه؟ omega CR1 square equals 1. ناخد square root الناحيتين، فيبقى عندي omega c 1 omega c r 1 equals 1، فهتبقى ال omega equals 1 over c r 1. اوكي، ففي الاخر هنلاقي ان احنا عندنا ال frequency او ال cut off frequency بتبقى هي يا ده بالنسبة لل differentiator،
او بالنسبه سوري للهاي باس فلتر، وبالنسبه لللو باس فلتر بيبقى هو ده يعني في الحاله دي هتبقى 1 اوفر سي في ار 2 لو هو لو باس فلتر، ولو هاي باس فلتر هتبقى 1 اوفر سي ار 1. اوكي، فدي كده الروت 2 او الكات اوف فريكوانسي. حلو، تعالوا بقى نرسم شكلها في الفريكوانسي دومين عامل ازاي عشان نبقى متخيلين. يعني شكلها يبقى عامل ازاي؟ ادي ال V out over V in، وادي دي اوميجا. احنا عارفين ان انا عند ال frequencies الكبيرة هكون ال gain بتاعي ب R2 over R1. تمام، وعند 1 over CR1 هيبقى في هنا البول بتاعتي، او يعني هيحصل هنا كسرة. حلو، بس تعالوا نرسمها بشكل مختلف، او تعالوا نبدأها من شكل مختلف. نبدأها ازاي من شكل مختلف؟ انا عندي الايكويجن راحت فين دي اللي هناخدها معانا كده. بيست هنا. فتعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا عندي اللي فوق ده اسمه زيرو، اللي تحت ده اسمه بول. فانا هنا عندي فوق زيرو at zero frequency، يعني انا عندي اوميجا بزيرو هبدأ بالزيرو على طول. حلو، فالزيرو دي انا كده بطلع 20 دي بي بير ديكيد لفوق، او بسلوب 20 دي بي بير ديكيد بالشكل ده. حلو، وبعد كده لما هوصل للمنظر اللي تحت ده، او لما هصادف بقى البول اللي تحت دي، البول هتبقى عايزه تنزلني ب 20 دي بي بير ديكيد، بس انا اصلا كنت طالع ب 20 دي بي بير ديكيد. فاللي البول هتعمله ايه؟ انها تخليني هتعمل 20 دي بي بير ديكيد ماينس ال 20 دي بي بير ديكيد اللي البول عايز تعملها. ففي الاخر هبقى شغال ان انا كونستنت، ولا بطلع ولا بنزل. حلو، الكلام ده هيحصل عند البول فريكونسي، والبول فريكونسي اللي هي ايه؟ اللي هي دي لو سميناها جي اوميجا سي ار 1، فالبول بتبقى ايكوال 1 اوفر الكلام ده اللي هي البول اللي احنا حاسبينها اوريدي. حلو، فده كده شكل الهاي باس فلتر بتاعي. ناخد بالنا برضو من حاجه بقى، ان انا دايما برسم الاكس اكسس بتاعتي بتبقى هي الاوميجا. لو انا الاوميجا دي اللي هي رادينز بير سكند، طب لو انا عايز ارسم الفريكونسي، احنا عارفين انه اوميجا equals 2 باي اف. فلو عايز ارسم الفريكونسي هقسم الاوميجا على 2 باي، على 2 باي. فالرقم ده هقسمه على 2 باي، اوكي، عشان اجيب ال الفريكونسي ان هرتز مش ان رادينز بير سكند. اوكي، بس ده بالنسبة للسؤال ده. معلش بس انا في حاجه لخبطت فيها الشباب وانا بشرح فوق. انا كنت بقول لكم ان انا سوري، انا كنت
كنت بقول لكم ان انا في الانتجريتر العادي اللي هو لما يكون في اوت على في ان equals negative 1 over s r c، هي رسمته في الفريكونسي دومين مش هتكون مش هبدأ عند الدي سي برقم معين، لا ده المفروض ان انا عند الدي سي الاس دي هتكون بزيرو، فبقسم 1 over 0 بانفينيتي، فتبقى في اوت over في ان بتبقى رسمتها بالشكل ده. ما بقدرش ان انا اعمل لها ريبريزنتيشن من عند الزيرو، هو برسمها خط عامل كده، الخط ده السلوب بتاعه negative 20 دي بي per decade. حلو، لكن هي مش ديفايند عند الزيرو بكام بالظبط، عشان المفروض هتبقى بانفينيتي. اوكي، فقلت بس اوضح المعلومه دي عشان اتلخبطت فيها. تمام، اخر سؤال هنعمله، او تعالوا نعمل السؤال ده. انا هنا عندي برضو بيقول ايه، calculate the transfer function shown if ال a node equals infinity، اللي هو يعني بيقول ان ال op amp ده ideal يعني. فتعالوا الاول نجيب الجين. الجين هيبقى عبارة عن ايه، negative الحتة اللي فوق over الحتة اللي تحت. اوكي، فالجين هيبقى equals negative c2 parallel to r2 over c1 parallel to r1. حلو، فالكلام ده هيبقى equal ايه، negative r2 على sc2 over r2 plus 1 over sc2. كل الكلام ده مقسوم على ال parallel combination بتاعت اللي تحت، r1 over sc1 over r1 plus 1 over sc1. حلو، هضرب ده مع ده وده مع ده، هيبقى عندي ايه، خلينا الاول نضرب فوق وتحت، لا خلينا عشان ما تكبرش مننا قوي، خلينا نكبر نضرب الحتة دي في sc2 والحتة دي في sc1. اوكي، فهتبقى شكلها عامل كده، negative r2 على 1 plus sc2 r2 c2 r2 over r1 over 1 plus sc1 r1. حلو، نضرب بقى ده في ده واللي فوق في اللي تحت خالص، فهتبقى equal negative r2 مضروبة في 1 plus sc1 r1 over r1 مضروبة في 1 plus sc2 r2. اوكي، فاحنا كده جبنا الجين اللي هو عايزه، تمام، او جبنا الترانسفير فانكشن يعني. بعد كده بيقول لي what choice of component values reduces v out over v in to unity unity gain at all frequencies. unity اللي هو يعني هخلي الكلام ده ب 1، فانا عايز الكلام ده ب 1 عند كل الفريكونسيز. حلو، فانا عشان اخليه ب 1 لازم اعمل ايه في الاخر، ان انا اساوي النيوميريتور بالدينومينيتور. حلو، ف لو هنقول ان r2 equals r2 سوري مضروبه في 1 plus sc1 r1 equals r1 مضروبه في 1 plus sc2 r2، اسهل حاجة عشان اعمل كده اخلي r1، اول حاجة اخلي r1 equals r2، ف r1 equals r2. حلو، فدول كده هيروحوا مع بعض. بعد كده هيبقى لي 1 plus sc1 r1 equals 1 plus sc2 r2، ال1 هتروح مع ال1، يعني انا كده بقى عندي ايه، 1 plus sc1 r1 equals 1 plus sc2 r2، فدي هتروح مع دي، والاس هتروح مع الاس، والار 1 احنا سويناه خلاص بقى 2، فبقى عندي ار 1 ايكوالز ار 2، فيروحوا مع بعض، فيبقى لي ان سي 1 ايكوالز سي 2. فالكونديشنز اللي انا محتاجها عشان اجيب يونيتي جين ات اول فريكونسيز هي ان ار 1 تبقى ايكوالز ار 2 وسي 1 ايكوالز سي 2، يعني الموضوع سيمبل جدا. اوكي، فده سؤال نمبر 5. السؤال ده خلاص احنا يعني حلينا زيه، فواضح يعني الحل برضو عندكم هتلاقوه يعني في الدرايف. اخر سؤال بيقول ايه، show using ideal op amps how to realize a PID controller that has input output relation المنظر ده.
فخلينا نكتب ال equation اللي هو عايزها. y equals k1 في x plus k2 في integration x dt plus k3 في differentiation x by dt. تمام. وبعد كده بيقول find the constants k1 k2 k3 in terms of the used resistors and or capacitors. اوكي. فالموضوع سهل جدا. احنا مبدئيا عندنا ده هيتعمل بانتجريتر, ده differentiator, ده inverting او non inverting amplifier عادي جدا. اوكي. وبعد كده عندي بلس وبلس, فهحط كل يعني بعد ما اعمل الانتجريتور والديفرنشيتر والامبليفاير اللي بجين عادي, هحط هدخلهم كلهم على سامينج امبليفاير. اوكي. فبالنسبه لاول واحده انا عاملها ازاي, ان انا مثلا ممكن اعمل عادي انفرتنج امبليفاير نيجاتيف بلس دي تي الاكس, هنسمي دي هنسمي دي في 1 او في او في 1 في 2 في 3. حلو. فدي في 1 هحط هنا ريزيستنس تاني, هنسمي ده مثلا R1 وده R2. تمام. فاحنا كده اول ريليشن جايبينها اللي هي في 1 equals negative R2 على R1 مضروب في X. حلو. بعد كده تاني التاني جزء اللي هو هنعمل الانتجريتر, فيبقى عندي نسمي ده بقى R3 ده V2 ودي C, هنسمي دي C1 ودي X برضه. فالريليشن هتبقى ايه, V2 equals negative 1 over C1 R3 integration X dt. تمام. فده كده جزء الانتجريتر. اخر حاجة الديفرنشيتر هيبقى عبارة عن ايه, حط الكاباستر تحت ده V3 سمي دي R4 ودي C2 وده ال X. فهتبقى relation A V3 equals negative S اما فيش بقى S sorry negative C2 R4 في DX by DT. اوكي. فاحنا كده عملنا realization بتاعت كل واحدة من التلاتة, ناقص بقى ان احنا نجمعهم على بعض كلهم. فهندخل V1 V2 V3 ادي V1 وادي V2 وادي V3, ندخلهم كلهم على نيجاتيف تيرمينال بتاعت سامينج امبليفاير. ودي هنسميها بقى واي عشان دي هي الاكو بتاعته. ممكن بقى نسمي دول اي حاجة, ممكن نسميهم مثلا R5 R6 R7 R8. حلو. فهنبقى عارفين كده ان y equals negative R8 over R5 في V1 plus minus بقى minus R8 على R6 V2 minus R8 على R7 V3, ونعوض بقى مكان V1 و V2 V3 بالحاجات اللي احنا لسه حاطينها دي. يعني مثلا مكان V2 هنحط دي. اوكي. فهيبقى عندي في الاخر ان مثلا K1 هيبقى عبارة عن ايه, هيبقى عبارة عن negative R8 over R5 مضروب في negative R2 over R1, ده هيبقى K1. و K2 هيبقى negative R8 over R6 مضروب في الكونستنت ده برضو اللي هو negative 1 over C1 R3 وهكذا. تمام. ممكن برضو ان احنا لو عايزين بدل ما احسن ما احنا عملنا ده ب inverting amplifier نعمله ب non inverting, كان ساعتها هيبقى عندي V1 هيبقى equals 1 plus R2 over R1 في X, مش فارقة في حاجة يعني still كانت هتطلع. وفي الآخر هيبقى ده ال C1 بتاعتي أضربها في ال C2 يطلع لي ال K1. حلو. وممكن برضو كنت بطريقة ما أعمل summing amplifier ده بشكل non inverting بدل inverting, يعني كل options عندي,
بس الحاجات الوحيده اللي كنت لازم اتعمل زي ما هي هي الانتجريتور والديفرنشيتور، لازم بدخل الانبوت بتاعي على النيجاتيف تيرمينال. اوكي، فده كده حل اخر سؤال في الشيت. نخش بقى في شيت 5، هنحل فيه سؤالين في السريع كده يعني وخلاص، ونكمل في السكشن الجاي. اول سؤال مدلنا شكل الامبليفاير ده، وبيقول لنا ان انا عندي في اي اي ب 15 فولت، الار بكذا، الاي اس بتاعت اللي هو البي جي تي بكذا، وبيقول ان الكيو شغال في الاكتيف مود والبيتا ب 30. فعنده شوية مطالب عايزها، فتعالوا الاول نرسم السيركت بس ونحلها. ده في سي سي، ده نيجاتيف في اي اي اللي هو قال ان في اي ب 15 فولت، فممكن نشيل على طول في اي نكتب نيجاتيف 15، وده الار اللي هو قال انها ب 30، والكيو ده الاي اس بتاعته ب تمبر نيجاتيف 13 اعتقد. تمام، ودي الفي اوت بتاعة الامبليفاير. حلو، فهو بقى ايه المطاريب بتاعته؟ عايز اي سي، وبيقول لي ان ناخد بس بالنا من حاجة، ان هو قايل لي ان البي جي تي ده شغال في الاكتيف ريجن. حلو، فبما انه شغال في الاكتيف ريجن يبقى انا عارف ان في بي اي لازم هتبقى ايكوالز 0.7، وفي سي اي لازم هتبقى اكبر من 0.2، او دي ايكوفالنت، لان انا اقول ان في بي سي تبقى اصغر من 0.5. اوكي، فنحط التو كونديشنز دول في بالنا يعني. بعد كده عايز فاول ريكويرمنت عندنا هي الاي سي، عايزين نحسب الاي سي، وعايزين نحسب الاوتبوت فولتج بتاع الاوب امب. اوكي، فالاي سي بكل بساطة احنا عارفين ان اي سي equals اي اس، لا سوري مش هنعرف نجيبها كده. احنا هنجيبها ازاي؟ احنا بما ان ده اوب امب وال في في هنا نيجاتيف فيدباك، يعني ده كده نيجاتيف فيدباك عادي، فكده هقدر اقول ان في بي equals في ان، وبما ان في بي محطوطة بزيرو فكده في ان دي بزيرو. حلو، فكده هحسب الاي اي تبقى equals 0 minus negative 15 over 30، لا هي تبقى equals نص امبير. حلو، بعد كده اي سي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيتا على بيتا plus 1 اي اي، فهعوض البيتا، هو مدالي ب 30، هعوض الاي اي في الاكويجن والبيتا، هجيب الاي سي. حلو، بعد كده عشان اجيب ال V output بتاعي هعملها ازاي؟ ال V output هو ال VB. حلو، وبما ان هو قايل لي ان الامبليفاير ال BGT ده في الاكتيف ريجن، فانا عارف كده ان VBE هتكون ب 0.7 اللي هي ال condition دي. حلو، ف VBE equals 0.7 وال voltage ده ب 0، فكده V out minus 0 هتبقى equals VBE. حلو، ف V out equals V B E في الآخر يعني. تمام، ف برضو عشان ما لخبطكمش سنة، احنا يعني ال condition المفروض تكون ان V B E هتكون أكبر من 0.7 مش equal بالظبط يعني. هنلاقي ان احنا لما نعوض في ال equation نلاقي انها 0.7 حاجة، فاهم يعني؟ هتبقى قريبة جدا من 0.7 بس هي بتبقى أكبر سنة، أكبر منها و equals 0.7. خلينا نقول ده كده الشكل الأكيوريت أكتر، إنها تبقى أكبر منها و equals 0.7. فأنا كده عارف إن في أوت equals في بي إي، هجيب بقى الفي بي إي نفسها إزاي؟ أنا عارف الإكويجن اللي هي بتقول إن أي سي
equals is e power vbe over vt. فهعوض بالاي سي اللي انا لسه جايبها واعوض بالاي اس واعوض بالفي تي، هجيب الفي بي اي. هتطلع لي في الاخر الفي بي اي هي في تي لن اي سي على اي اس. تمام تمام. الفي بي زي ما بقول لكم انا مش فاكر الرقم بالظبط، بس انا عارف ان هو كان حوالي 0.71 او حاجه كده فولت. اوكي فدي كده حسبنا الفي بي اي، اهو كان مكتوب هنا 0.73. اي الفي بي هتطلع ب 0.73، ودي اللي هي ايكوال، يعني نرجع نقول ان دي اللي هي ايكوال في الاخر الفي اوت. تمام. بعد كده بيقول what the minimum VCC needed for Q to operate in active region. فنرجع نفتكر ال VCC اللي هي ايه، اللي هي واصلة على ال collector. فاحنا عارفين ال condition عشان ابقى في ال active ان VCE لازم تكون اكبر من 0.2، وبما ان ال VE احنا خلاص عارفين انها ب 0، فكده VCE equals VC minus VE لازم تكون اكبر من 0.2، ف VC اكبر من 0.2 plus VE و VE ب 0، ف VC او اللي هي VCC يعني هنا لازم تكون اكبر من 0.2. حلو. فده المينيمم بتاعي برضو انها تكون ب 0.2. بعد كده بيقول what must be the power dissipation rating of the resistor. ال power dissipation rating ده اللي هو يقصده ال power اللي يستحمل له resistance من غير ما يتحرق او من غير ما يبوظ. فهنجيبها ازاي؟ هنحسب ال power في ال resistance ده وخلاص. يعني هو ده يعني ال resistance المحسوب في ال power في الحالة دي هو ده اللي لازم يقدر يستحمله ال resistance. اوكي فاحنا كنا جبنا ان ال voltage على ال resistance ب 15 فولت، فهنحسب ال power ب 15 سكوير اوفر الريزيستنس اللي هو 30، فيطلع لي باور بحوالي 7.5 واط على ما حسب ما انا فاكر، 7.5 واط. وده كده المينيمم باور اللي لازم اللي يقدر يستحمله الريزيستنس. مينفعش ان هو او يعني لا سوري مش مينيمم باور، ده الباور اللي يقدر يستحمله الريزيستنس من غير ما يبوظ، فده ممكن نعتبره ان هو الماكسيمم باور اللي يقدر يستحمله الريزيستنس. اوكي ده كده بالنسبة للسؤال ده. ممكن بعد كده نخش في سؤال دايود، نحل السؤال ده على الشمال ونكمل باقي السكشن الجاي. ف تعالوا الأول بقى نشرح فكرة الامبليفاير بالدايود عامل ازاي. احنا عندنا الرسمة كالتالي، نوصل عليه في ان، وهنا في دايود، وهنا في اوت، وهنا في ريزيستنس تو جراوند، ريزيستنس ار. اوكي فاحنا دايما كنا مسائل الدايود بنحلها بان احنا بنأسيوم، مش بنعرف نحلها غير بكده. اوكي ف خلينا نقول او خلينا نقول ان انا لو الدايود فورورد، يعني خلينا نقول او لو الدايود ده فورورد بايس، فكده الحته دي شورت سيركت. حلو. بما ان دي شورت سيركت يبقى هو شغال ك كبفر يعتبر، ان انا في الاخر ده عندي اهو نيجاتيف فيدباك، وعندي فعندي كده في بلس لازم يكون ايكوالز في ماينس، ففي ماينس في نيجاتيف هتبقى ايكوالز في ان، وفي نيجاتيف هي ايكوال هي ايكوال الفي اوت. اوكي تعالوا برضو نتشك ان الكونديشن دي، او مش هنتشك، هي يعني في حالة، خلينا نقول ان في حالة انه الدايود هنسمي ده دايود دي، اقول لكم ليه مش هنعرف نتشك لس، ان دي ده فورورد بايس ساعتها هنلاقي ان الايكويجن بتاعتي في اوت ايكوالز في ان. اوكي طب لو دي ده ريفرس بايس الاقي ايه؟ لو دي ده ريفرس بايس يبقى انا عندي كأن الحتة دي بقت اوبن سيركت، كأن مبقاش عندي حاجة هنا. اوكي فده كده ال في ان داخل
وفي حاجة تانية واصلة هنا، كأنه بيبيهيف ككومباريتور عادي جدا. حلو. ف النود دي هتطلع بقى بفاليو معين، بفي سي سي او بجراوند، او يعني خلينا نعمل لو دي مثلا كان اسمها في سي سي واللي تحت هنا اسمه في اي اي، فالاوتبوت في اكس ده كان هيطلع بفي سي سي او في اكس على حسب الفي ان عامل ازاي ريلاتيف للفي اوت، والفي اوت بقى نفسه يبقى بكام. احنا عارفين ان هنا ما بيمشيش كارنت، او في الحتة دي كده ما بيمشيش كارنت، عشان من هنا شايف ريزيستنس انفينيت، فانا كده كاني بمشي عايز امشي كارنت في انفينيت ريزيستنس، فالكارنت هيبقى بزيرو. حلو. وبما ان الكارنت بزيرو فكده عشان احسب الفي اوت هتبقى ايكوالز الفي اوت هتبقى ايكوالز اي في ار، وبما ان اي بزيرو ف هيبقى ايكوال هتبقى في اوت ايكوال زيرو. اوكي. فكده في اوت هتبقى ايكوال زيرو. تمام. تعالوا بقى نشوف يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده هنحل بيه السؤال ازاي. اوكي. فهي دي كانت رسمة السؤال، فاحنا عايزين نعرف امتى هيبقى فورورد بايس فعلا ويبقى الايكويشن بتاعته في اوت ايكوالز في ان، وامتى هيبقى ريفرس بايس ويبقى الايكويشن بتاعته في اوت ايكوالز زيرو. اوكي. فاحنا نلاقي ان في تو كيسز عندنا. لو انا عندي في ان، وراح فين؟ لو انا عندي في ان اكبر من زيرو ايه اللي هيحصل بقى؟ تعالوا نأسيوم ان انا هيبقى دي ده هيبقى ريفرس بايس، دي اسامشن احنا عاملينها. فكده في اوت ايكوال زيرو. حلو. فبما ان في اوت ايكوال زيرو يبقى الفي ناك دي بزيرو، وفي ان دي برقم بوزيتيف، وخلي بالنا ان في اوت دي بزيرو. حلو. وفي ان ده رقم بوزيتيف، فهيبقى الاوتبوت بتاعي الفي اكس هيبقى ايكوالز في سي سي. خلينا نكتب انه في اكس هيبقى ايكوالز في سي سي. فالفي دايود او الفي الفولتج دروب على الدايود هيبقى عباره عن ايه؟ في سي سي ماينس زيرو. ف ده كده اكبر من ال يعني احنا مثلا هنأسيوم ان انا كده كان الفي سي سي عندي بيبقى رقم كبير يعني مبيبقاش رقم صغير، فالفولتج دروب على الدايود بنقسمه ان احنا عشان يبقى الدايود شغال لازم يبقى عليه فولتج دروب 0.7. حلو. من البي للان، فهو فعلا كده عليه فولتج دروب اصلا اكبر من زيرو، اكبر من 0.7 سوري. فكده يبقى هو شغال فورورد بايس مش ريفرس، فكده الكونديشن اللي انا عاملها او الاسامبشن دي غلط. حلو. فلازم الاسامبشن المتبقيه التانية هي اللي تكون صح، اللي هي ان دي هتكون فورورد. فلو دي فورورد هيبقى ايه اللي حاصل؟ في اوت هتبقى ايكوالز في ان. تمام. فلو في اوت ايكوالز في ان احنا عايزين بقى نضمن يعني نرجع نتأكد ان هو فعلا هيبقى فورورد. فلو في اوت ايكوالز في ان وفي ان ده رقم بوزيتيف، فهنا عندي كده فولتج بوزيتيف، ففي كارنت ماشي لتحت كده. حلو. واحنا كنا لسه بنقول ان عمره ما ينفع يمشي كارنت في البرانش ده، الحته دي كده ما ينفعش يمشي فيها كارنت عشان هو شايف انفينيت امبيدنس من هنا. فكده لو عملت كي سي عند النقطه دي لازم الكارنت اللي نازل تحت ده هيبقى هيجي لي من حته تانية، فطالما مش جاي من هنا يبقى لازم يجي من هنا، ولازم يبقى الدايركشن بتاعه من الشمال لليمين عشان في الاخر يعني ينزل تحت كده. اوكي. فلو الدايركشن من الشمال لليمين يبقى هو الكارنت ماشي من البي للان، يبقى هو فعلا ماشي بأسامبشن الدايود ده شغال فورورد بايس، فكده الأسامبشن بتاعتي صح. اوكي. فتكاد انا عرفت لما في ان تكون اكبر من زيرو هيبقى في اوت ايكوالز في ان. تمام. طب لما بقى في ان تكون اصغر من زيرو، تعالوا نأسيوم ان دي هتكون فورورد. حلو. فالدايود لو الدايود ده فورورد هيبقى عندي الكونديشن في اوت ايكوالز في ان، صح؟ ف في اوت ايكوالز في ان، وده والفي ان قلنا انه اصغر من زيرو، فالرقم ده رقم نيجاتيف، فبما ان ده رقم نيجاتيف يبقى الكارنت ماشي من الجراوند لفوق. حلو. وبرضه احنا عارفين ان البرانش ده مش بيمشي كارنت، فلازم الكارنت لما هعمل كي سي عند النقطة دي لازم الكارنت هيمشي كده، فكده الكارنت ماشي من ال n لل p، فده كده عكس
الحاجة اللي المفروض تحصل لو الدايود ده فورورد، مينفعش الكارنت يمشي من الان للبي، فكده الاسامبشن دي غلط، اسامبشن غلط. فمبقي لي اسامبشن الدايود ده ريفرس، حلو، ساعتها هتبقى في اوت ايكوال زيرو. طب تعالى نشوف الاسامبشن ان هو ريفرس دي صح اصلا ولا لا. لو انا ريفرس بايس فكده الفي اوت بزيرو، فالفي نيجاتيف بزيرو، حلو، و في ان احنا قايلين انها اصغر من زيرو. فلو انا بعمل الكومباريتور ده هلاقي ان الفي اكس ايكوالز في اي اي، هنكتب ان في اكس ايكوالز في اي اي، والفي اي دي بتكون رقم نيجاتيف، او يعني في مثلا في اول سؤال حليناه كان هو كاتبها ان هي نيجاتيف في اي اي، ف نيجاتيف في اي على بعضه ده هيبقى رقم نيجاتيف، فالفي بي كده هيكون عليه رقم نيجاتيف، والفي اوت عليه رقم عليه زيرو. فكده الفي بي ان بتاعت الديود او الفي دي يعني برقم نيجاتيف، فهو كده فعلا شغال ريفرس، ان هو كده الدايود لازم يبقى مطفي. اوكي، ف assumption ان هو ريفرس دي assumption صحيح، و في اوت فعلا هتبقى equals zero. فكده عندي لما في ان اكبر من زيرو في اوت هتبقى equals في ان، ولما في ان اصغر من زيرو هتبقى في اوت equals zero. تمام، هو بقى عايزنا نرسم ال DC transfer characteristic of the circuit. اوكي، ف نرسم ال DC transfer characteristic لما تكون في ان ودي في اوت، لما تكون في ان اكبر من زيرو في اوت هيبقى equals في ان، فيبقى كده عندي constant slope equals 1، ال slope بتاع constant straight line قصدي، وال slope بتاع equals 1، ولما تكون في ان اصغر من زيرو في اوت هتكون equals 0. فانا كأني برسم انا خط على الزيرو على الاكس اكس. اوكي، فدي كان دي سي ترانسفير كاركترستكس. بعد كده بيقول لي سكتش ذا اوتبوت ويف فورم وانا ساينوسويدال انبوت اوف 1 فولت امبليتيود اند 1 كيلو هرتز فريكوانسيز ابلايد. حلو، فانا عندي انبوت بالشكل ده، الانبوت حاجة بالشكل ده، انا مش فارق لي الفريكونسي بالظبط، انا بس فارق لي حتة اكبر من او اصغر من زيرو في السؤال يعني. فطول ما انا اكبر، طول ما الفين اكبر من زيرو الفي اوت هيفولو الفي ان بالظبط. حلو، ولو ده الامبليتيود بتاعه بون هيبقى ده الامبليتيود بتاعه بون. اوكي، وانس ان الفي ان بقى اقل من الزيرو هيبقى الاوتبوت بزيرو، بعد كده يرجع الحتة دي يبقى زيه زي الفي ان، بعد كده يرجع زيرو وهكذا. اوكي، تمام. فلو ناخد بالنا بقى هو ده كده يعني، ده كده فرق في ايه عن سيركت الديود العادية اللي هي شكلها عامل كده، تفرق في ايه؟ فالفرق بقى في فكرتين. اول فكرة ان انا لو عندي ال VN، احنا قلنا ان انا عشان اصلا الديود ده يشتغل لازم ال V ال VPN عليه تكون اكبر من 0.7. ف افرض ال V input ده كان رقم positive فعلا زي في السؤال بس كان اصغر من 0.7، فهلاقي ان ال VD او هلاقي ان الدايود ستيل اسمه كده ريفرس ما اسموش فورورد. حلو، فانا ممكن يبقى عندي يعني ممكن ان انا الاقي مثلا ان انا لحد النقطة دي، يعني لو انا رسمنا كده لاين بالعرض كده هلاقي ان انا طول ما ال VN تحت اللاين ده ستيل الاوتبوت هيبقى بزيرو، عشان هو مش هيبقى هيبقى شايف ان لسه الدايود ده ريفرس مش فورورد. خلينا ممكن نرسم بلون ازرق، طول ما انا تحت اللاين ده هلاقي ان الفي اوت بزيرو، بعد كده يبدأ يطلع هنا، لما هاجي ارجع تاني اقل هلاقي ان هو نزل تاني بزيرو وهكذا، مش هيبقى ماشي مع الفي ان من اوله لاخره طول ما هو بوزيتيف، هيبقى بس هيبدأ يعدي او هيبدأ يبقى ايكوال في ان لما الفي ان تعدي الثريشولد اللي هو بتاع 0.7. حلو، دي اول مشكلة بتاعت السيركت البسيطة دي، او دي يعني اول مشكلة مع تاني مشكلة في بعض، انا بس هنا ما وضحتهاش قوي يعني. انه تاني مشكلة في ايه بقى، ان انا لو عندي فعلا في ان رقم اكبر من 0.7، يعني لو في ان مثلا ب1، حلو، فهيحصل لي فولتج دروب على الديود 0.7، فهيبقى عند الفي اوت 0.3. اوكي، فانا لو انا كان الانبوت ساينوسويد بالشكل ده
لو كان input sinusoid بالشكل ده وال input مثلا عنده 1 هنا، حلو. ف نرجع نقول طول ما انا تحت ال 0.7، يعني لو ده احنا ممكن نرسمها في رسمة كبيرة اوضح. ده كده ال VM بتاعي وده ال VOUT، ده كده عند 1، ونحط مثلا هنا في threshold عند 0.7، حلو. فأنا طول ما أنا لسه ال VN تحت ال threshold ده، لو بالسيركت القديمة بتاعة الدايود، لأن ال VOUT كان بزيرو هنا وبعد كده في الحتة دي يبدأ يمشي مع ال VN، تمام. بس هيبقى الفاليو بتاعه مش هيمشي بقى من 0.7 ل 1، لا هو هيمشي من 0 لحد 0.3. اوكي، وبعد كده لما هرجع اقل عن 0.7 هيرجع الحتة دي تتصفر تاني، وافضل بصفر كل ده لحد ما ارجع عند النقطة دي تاني، واطلع تاني لحد ما اوصل ل 0.3. فدي مشكلة الدايود سيركت العادية، ان انا اول حاجه ان هم لازم يبقى ال V input مش مجرد positive وخلاص، لا هو لازم يكون اكبر من threshold معين اللي هو 0.7 عشان يبدا ال V output يشتغل معاه. والمشكله التانية ان انا بيبقى ال V out بيبقى بيتشال offset منه، او يعني مش بيمشي، مش بيبقى equal لل V in بالظبط، بيبقى equal لل V in minus offset معين اللي هو ال 0.7. لكن السيركت بتاعه الديود مع الاوب امب بتخلي لي طول ما انا ال V input positive، مش مهم بقى اكبر من 0.7 ولا اقل، ال V output هيبقى شغال عادي وهيبقى equal بالظبط ال V in. اوكي، فده اختلاف ال diode circuit، ده اختلاف وجود ال diode في ال circuit دي عن ال diode اللي هو في ال circuit اللي هي دي. اوكي، بس يعني دي الأسئلة اللي انا هحلها النهاردة، ونكمل في السكشن اللي جاي.